فاكرني. أنا عمري ما نسيتك. صحيح. الواحد مش ممكن ينسى أيام الطفولة. أنا عمري ما كنت أتصورك طفل، كنت دايما كبير. عمري ما شفتك بتلعب مع الأولاد أو بتصاحبهم، كانوا بيخافوا مني وأنا كمان كنت بخاف منك. وأنا صغير كنت غاوي قراية. القراية ما كانتش بتخلي عندي وقت عشان أتفاهم مع زملائي ولا مع أي حد، كنت دايما بفضل إني أنتظر. تالي فات 100 سنة من أيام ما كنا ساكنين في الجنزور، ومن 100 سنة وأنا بجري وبتعب لغاية ما وصلت. وصلت لفين؟ للحرية. حريتي الحرية اللي بتعتبرها العباسية قلة أدب. أنا دلوقتي بقيت حرة وما أظنش إني قلة الأدب. وما أظنش إنك حرة. مش حرة إزاي؟ أنا اتحررت من كل شيء، اتحررت من العباسية واتحررت من التقاليد واتحررت من الجواز. أنا دلوقتي زي زيك، أنت عندك شهادة وأنا عندي شهادة، أنت بتشتغل وأنا بشتغل، يبقى إزاي أنا مش حرة؟ إيه اللي ناقصني عشان أبقى حرة؟ ناقصك إنك تكوني حرة. اسمع يا أستاذ عباس. ما تزعليش، اسمحي لي أسألك سؤال. أنت عايزة الحرية ليه؟ هي الحرية كمان لازم يبقى لها سبب. الحرية وسيلة مش غاية. أنا مثلا عايز الحرية عشان أكتب رأيي بصراحة. وأنا عايز الحرية عشان أعمل اللي أنا عايزاه. وإيه اللي أنت عايزاه؟ أكسب قوتي بإيدي زي أي راجل. الرجالة بتضحي بالقوت عشان الحرية، فمش معقول إنهم يطالبوا بالحرية عشان القوت. على كده يبقى الرجالة كلهم عبيد ما دام بيشتغلوا عشان يكسبوا عيشهم. فعلا. كل واحد عبد للعمل اللي بيعمله، سواء كان العمل ده بيحبه أو بيكرهه. إنما الإنسان لما بيكون حر ما بيعملش غير الحاجة اللي بيؤمن بيها، والإيمان نوع من الحب. على كلامك ده لو اتجوزت واحد بحبه أبقى عبد له، ولو عملت عمل أؤمن بيه أبقى عبد له؟ يعني مفيش مفر من العبودية. الحب هو العذر الوحيد الشريف للعبودية. الواحد بيحب وطنه فيصبح عبد له، بيؤمن بمبدأ فيصبح عبد له. أقدر أعرف أنت مؤمن بإيه؟ أنا مؤمن بالثورة على الاستعمار وعلى السلطات الفاسدة، وإيماني ده بيظهر في المقالات اللي بكتبها ضدهم. أحب أقول لك إن إحنا مش ممكن نتفق، وأنا لسه مؤمنة بحريتي. ياه، الساعة بقت 12، لازم أرجع الشركة حالا. أنا سعيد أوي بالزيارة دي، وأحب إنك تديني الفرصة عشان أشوفك تاني. ضروري. مع السلامة. أما شفت لك في خانة في سليمان باشا كريم، لكن عجيب. كريم ايه؟ كريم عشان وشه. وهعمل به ايه؟ يمنع التجاعيد. انت بتفكري كتير الايام دي، والتفكير يعمل تجاعيد. ايه حكايه السرحان اللي احنا فيه اليومين دول؟ حس فراغ بيعذبني، مش عارفه املاه ازاي. كل ست متجوزه ما عندهاش فتفوته فراغ. جواز ايه يا بابا؟ انا محتاجه الفكره لمبدا اؤمن بيه واديله كل وقتي. الجواز مبدا مش بطال. انا بفكر انضم لجمعيه من الجمعيات النسائيه وكافح لتحقيق اغراضها. انا اقول لك بصراحه يا امينه ان الجواز ارحم من الانضمام لجمعيه نسائيه. ازاي يا بطل؟ ازاي ما ازايش، تنضمي ما تنضميش. انت حره. Thank you.
متضايقه مني، حاسه انك عبده للشركه اللي بتشتغلي فيها، مش هي دي الحريه اللي كافحتي عشان توصلي لها. مش كنت عاوزه تخشي الجامعه تاخدي الشهاده وتشتغلي ويبقى لك مرتب يغنيك عن الناس؟ ما بترديش ليه؟ دلوقتي مش بتخرجي زي ما يعجبك وتسهري زي ما يعجبك، محدش بيقول لك انت بتعملي ايه؟ انا حاسه ان حاجه ناقصاني. ايه هي؟ مش عارفه. انا اقول لك عليها، انت عايشه في فراغ، حصلت على حريتك صحيح، لكن مش عارفه تستغل الحريه دي كما يجب. لازم تستغل حريتك في سبيل هدف معين، في سبيل غرض سامي. الحرية وسيلة مش غاية. الحرية وسيلة مش غاية. أرجو إني ما أكونش أزعجتك، لكن أنا أمرت بتغيير اسم الشركة، هنسميها لوكاندا. أنا متأسفة أوي، كنت تعبانة شوية ونمت غصب عني. يظهر إنك ما بتناميش كفاية في البيت. أنا بشتغل للشركة أكتر من 20 ساعة في اليوم. أنا ما يهمنيش الساعات، ما أحبش عميل للشركة يدخل يلاقي الموظفين بتوعي نايمين على مكاتبهم. أرجوك تاخدي بالك من عملك كويس. يظهر ان احد اتنين من شركة قرابتكو وتشتغل محررة عندنا. اهلا امين، خير؟ ايه اخبارك؟ انا النهاردة انضميت لجمعية نسائية تهتم بشؤون جماعة الفقراء، ايه رأيك؟ عال عال، بكرة تعملوا حفلات وتمشوا عريانين وتبيعوا ويسكي وشمبانيا للجماعة الاغنياء عشان خاطر الفقراء. الفقراء اصحاب حق، مش لازم يعيشوا على الاحسان، لازم يفضلوا فقراء، يمرضوا ويموتوا ويشوفوا الغلب لغاية ما يصورهم ويطالبوا بحقهم. واولادهم اطفالهم الغلابه ذنبهم ايه؟ دول كمان لازم يموتوا عشان اهاليهم تصور، يموتوا احسن ما يعيشوا على الاحسان. حرام عليك، انت ما عندكش قلب، لازم تعمل حساب الناس. حساب الناس هو حساب الثوره، لازم حالهم يتغير باي طريقه، اي طريقه غير الاحسان، غير الاحسان. طول عمري كنت بكره الجواز، لكن دلوقتي اكون سعيده اني اضحي بحريتي لاني مؤمنه بيك. مع الاسف انا ما اقدرش اتجوز، انا حياتي وحياه زملائي كلهم في المجله دايما في خطر، دايما مهددين بالسجن لاننا اعداء الحكومه والسرايا والاستعمار. ازاي واحد حياته مهدده بالسجن بالشكل ده يفكر في الجواز؟ انت اللي انقذتني من الفراغ والشك اللي كنت عايشه فيه، خليت لحياتي معنى ولحريتي قيمة، عشان كده أنا مصممة إن احنا نتجوز عشان أتحمل نصيبي من المسؤولية معاك.
انت ما تعرفيش ايه اللي بيحصل لزوجات المعتقلين. انا حققوا معايا لغاية دلوقتي 20 مرة، وكل مرة كنت بخرج من التحقيق لعدم كفاية الادلة. ايه رأيك لو تيجي معايا افرجك على بيتي ونقرا كتاب جديد سوا؟ مفيش مانع. أكلتها في حياتي. عالم. أنا ريحته كلها بقت بصل. عن إذنك بس أخش أخد دش. عليك بتعرف ايه؟ ده ديوان الشعر اديسون. وريني كده. ده له قصيده حلوه قوي. ايها الحب المبهم، ايها الكنز الغامض، هل لديك مزيد من الشقاء او مزيد من السعاده؟ ان عذابا لا نهايه له يطوف من حولك، ولكن من يعيش ويستطيع أن يعيش بغيرك؟ هو الحب في عذاب. طبعا عذاب لو بعدت عني. وفي سعادة أكتر من كده. كل مرة نتقابل فيها فيها مزيد من السعادة. كل مرة إيدي تلمس إيدك فيها مزيد من السعادة. كل لحظة تمر علينا واحنا بنحب بعض فيها مزيد من السعادة. مش قلت انك حرة وتقدر تعملي اللي انت عايزة؟ ده كان زمان. انت علمتني المعنى الحقيقي للحرية. انا معجب بيك قوي. دقيقة واحدة هلبس وننزل مع بعض على طول. احب اساعدك في اللبس. تعرفي؟ اجر أنا هنقلك البدلة. Thank you.
ملاحظين ان من يوم شركة قرابتكم ما بتنشر عندنا اعلانات وحالة الاستاذ عباس اتغيرت؟ البركة في مندوبة الشركة. انا سامع انها بتسهر معاه وبتساعده وبتشجعه على الشغل. النهاردة عباس اسمه مش صغير. الحكومة بتنظر له على انه من اخطر الكتاب السياسيين في البلد. اهو ده اللي لالع من ناحيتين. سعيد الحظ في الحب وفي الشغل. مفهوم مفهوم. لا ما تخافش انا هشوف اي طريقة. مع السلامة. اهلا امينة. اسمعي انا مش عايزك تيجي هنا تاني، في خطر علشانك. البوليس السياسي بيراقبنا، لو شافك بتيجي هنا يمكن يراقبك انت كمان. انا ما يهمنيش حاجة، انا مستعدة اضحي بحياتي بس ما اقدرش ما اشوفك. بعدين نتكلم في الموضوع ده، ارجوكي بس انزلي دلوقتي. يلا مع السلامة. مع السلامة. استني امينة، انت ما حدش يعرفك ولا يشك فيكي، في خدمة عايزك تعمليها لي. عندكم مكنة رونيوم في الشركة؟ كويس، في حاجات عايزها تتكتب وتطبع، منشورات سرية بنوزعها، هبعت لك واحد يسلمك ويستلم منك، مفهوم؟ وكلمة السر الجنزوري، مفهوم؟ متشكر قوي. يلا يلا مع السلامة. مع السلامة. بتدوب ايه على البيانو النشال ده؟ ده شغل مستعجل للشركه يا بابا. لكن دي معاد السنه ما قرب. ياه، اتفضل انت يا بابا. التذكره التانيه اللي معايا هاخد بيها مين؟ بتاع الصميت اللي على الباب؟ لو تروح دلوقتي تقدر ترجعها للشباك. طيب والله دي روايه، خساره انها تروح منك. معلش يا بابا، شغل الشركه بقى اعمل ايه؟ شركتي دي اللي شغالك ليل ونهار. انت حره. تسمح طلعني؟ ايه العبارة؟ دي خامس مرة اولع لك فيها، اتفضل. انت بتستناني مخصوص عشان اولع لك؟ لا مؤاخذة صدف. لا دي ضربة ولاعة حلوة. خد علبة الكبريت دي، بولع منها الجمعة الجاية، يمكن اسافر. شهادة الأستاذ حسين زايد؟ أيوة يا فندم. في شكوى مقدمة من صاحب العمارة، طالب فيها إثبات حالة الإتلافات اللي حصلت في الشقة. يا فندم. في مادموزيل أمينة؟ أيوة. الجنزوري. طب روح أنت عم مجاهد. في أوراق؟ اتفضلي. حضرتك ظابط؟ لا انا لابس كده بس. مع السلامه. ربنا معاكم. الله يسلمك. لقد انقضى العهد الذي كنا نسكت فيه على عملاء الاستعمار ومؤيديه من محترف السياسة الجبناء الذين يبيعون أوطانهم للأجنبي والغريب. اقرأهم كام؟ قبض عليك. انت تسمح تولع لي؟ والدي يجهل كل شيء عن المنشورات، العمل ده كنت بقوم بيه من وراه، ما يعرفش عنه اي حاجه. ما تحاوليش تبرئيه. انا مش بحميه من تهمه وخجله،
لو كان ساهم معايا في العمل ده كان يشرفني اني اعترف بذلك. انت فاهمه المسؤوليه الجنائيه اللي هتتحمليها باعترافك الصريح ده؟ من قبل ما اكتب اي منشور او اقوم بطباعته كنت عارفه اني مذنبه في نظر القانون. والمخاطره دي بتقومي بيها لحساب مين؟ لحساب بلدي وحريه بلدي. مين شركائك؟ مالي شركاء. انت اللي كنت بتكتبيهم؟ ده اسلوبك؟ ايوه. تعرفي عباس صفوت؟ لا معرفوش، ملوش اي علاقه بيا او بالمنشورات. المتهم عباس صفوت ازاي حالته دلوقتي؟ ايه؟ مات؟ ضرب نفسه بالرصاص؟ قتلتوه يا مجرمين يا انت قتلتوه قتلتوه. أمينة دي ملهاش دخل بالموضوع ده، أنا اللي كتبت المنشور وطبعته بنفسي. البوليس ظبطها وهي بتطبع المنشورات. أنا اللي أغريتها وأثرت عليها إنها تطبعه. وأكد لك إني طبعت المنشورات وأنا عارفة كويس أنا بعمل إيه. أمينة كل واحد بيحاول يشيل التهمة عن التاني. الظاهر العلاقة مش علاقة منشوراته بس. خدوهم. ولا تفضلوا. يلا. يلا أنت كمان. اتحرك.